مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لإعادة المرينجي لمنصات التتويج من جديد. جاء تعيين بنث خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي رحل قبل عام واحد على نهاية عقده بعدما أخفق الفريق في الفوز بأي لقب بالموسم الماضي. مشاهدين، انتهت هذه الوقفة الرياضية. أعود مجددا لزملائي محمد عبد الله وصحر الاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. شكرا لك مصطفى، هكون معاكم لوحدي في هذه الفقرة، فقرة ثابتة معانا في هذا الصباح. معاكم هنقرا في أبرز عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، لكن بالتحليل والفحص وقراءة متأنية مع الأستاذ حسام فاروق نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. صباح الخير أستاذ حسام. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا حسام. بالتاكيد يعني زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمانيا بتتصدر عناوين الصحف المصريه الصادره صباح اليوم، ليس فقط الصحف المصريه ولكن ايضا الصحف العربيه والصحف العالميه. زياره هامه بيقوم بها السيد الرئيس الى المانيا، بتحمل مدلولات وابعاد سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، وهنبدا معاكم بجريده الاهرام والعنوان الاساسي: استقبال رسمي وشعبي حافل للرئيس في برلين، الرئيس: خروج المصريين ضد الفاشية الدينية والجيش ملك للشعب وليس لأي حاكم أيا كان، ميركل: مصر على الطريق الصحيح وندرك أهميتها الاقتصادية. بالتأكيد مش أهميتها الاقتصادية بس، وأهميتها السياسية والتاريخية. دي مصر طبعا. دي مصر يعني تاريخ. تمام، يعني عايز نتكلم عن عناوين سريعة كده عن الزيارة، و الجزء الثاني نتكلم عن كواليس الزياره. حضرتك شايف ازاي الكواليس اللي تمت فيها زياره الرئيس لبرلين؟ طبعا هذه الزياره انا شايف انها ربما تكون الزياره الاهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2015. صحيح. والزياره الاولى له في عامه الثاني في فتره رئاسته للبلاد. حاول، احنا عارفين طبعا أهمية ألمانيا كدولة تعتبر مؤسسة للاتحاد الأوروبي، وكدولة هي قاطرة ثقافية وقاطرة اقتصادية وسياسية للاتحاد الأوروبي. بالنسبة لمصر هي تعتبر الشريك التجاري الثالث عالميا لمصر، والشريك الأول أوروبيا، الشريك التجاري الأول في أوروبا والثالث على مستوى العالم على حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا. الحقيقة برضو أن ألمانيا من الدول اللي كانت حتى وقت قريب جدا فكرتها عن ثورة 30 يونيو لم تكن مكتملة. هناك في يعني الجالية التركية كبيرة جدا في ألمانيا. برلين ولندن من العواصم العالمية التي يسكن فيها الكثير من الجماعات المتطرفة، ومنهم الجماعة الإخوان الإرهابية وغيره وغيره. حاولت هذه الجماعات وحاولت بعض القوى الإقليمية إنها إن الزيارة ما تتمش من الأساس. ده رقم واحد. وبعد كده خرج تصريح رئيس البوندستاج اللي هو رئيس البرلمان الألماني بتصريح على مسؤوليته الشخصية، برضو ماشي في سكة إن الزيارة ما تتمش. ولكن خرجت المستشارة ميركل، بالمناسبة الدعوة جات للرئيس السيسي مرتين لزيارة ألمانيا، هو ما طلبش إنه يزور ألمانيا، هي المستشارة مرتين، وكانت المرة الثانية في المؤتمر الاقتصادي. تمام تمام. حاولوا إن الزيارة ما تتمش، ولكن الزيارة على كل الزيارة تمت. الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف كل الورق امبارح في للمستشاره الالمانيه ولصحفيين العالم. كل ما يتردد حول معادات حول حقوق الانسان والديمقراطيه والقمع الرجل فتح الملف بمنتهى الهواده وقال لهم احنا عندنا في مصر 1 2 3 4. كمان رد فعل ميركل الحقيقه كان برضو إلى حد كبير في قدر من التفاهم. السيدة تحدثت عن الأوضاع في سيناء وقالت جملة مهمة جدا امبارح لمن التفت إليها، قالت إن محاربة الإرهاب في العالم انطلق من مصر، وإن رئيس عبد الفتاح السيسي أخذ شوط كبير
في محاربة الإرهاب، يعني شهادة يعني عالمية من دولة بحجم ألمانيا. وهي مصر قال يعني دايما مصر بتأكد ان هي في محاربة الإرهاب هي خط دفاع عن العالم الأوروبي ذات نفسه يعني. صحيح. فالزيارة حققت تقريبا المرجو منها، لا وقدت كل محاولات. طب شايف ازاي في تعليقات ربما معترضة فيما يتعلق بالوفد الإعلامي المصاحب للسيد الرئيس في هذه الزيارة بالأخص يعني؟ شوف يا فندم، انا يعني الحقيقه هذا الحديث يعني انا مش يعني عايز انقي مفرده مهمه يعني اللي حاصل ان سياده الرئيس رايح مع وفد رسمي. هذا الوفد الرسمي اللي على عهده الرئاسه المصريه هو ضم علماء ومفكرين ومجموعه اقتصاديه ووزراء مختصين وكل من له شان فيما اتفق عليه من اهداف مرجوه من هذه الزياره. الى جانب ذلك في ناس عملت جمعت نفسها وقررت انها تروح تعمل سبورت للرئيس في المانيا، ايا كان الناس دي مين، بمنتهى البساطه بصراحه ايا كان الناس دي مين، انا ايه اللي ضايقني؟ انا مش يعني معلش يعني رجل اعمال، فنان تشكيلي، ايا كان هو مين، ده مواطن مصري في الاساس جمعوا نفسهم. الـ 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 هنا بقى الحديث امتى بقى؟ لما اجي اقول ان الوفد الرسمي اللي خرج مع السيد الرئيس وعلى طياره السيد الرئيس او بغض النظر سواء مع الطياره او مع في طياره تانية، هذا الوفد الرسمي فيه 1 2 3، انا ابدا اقول الرئاسه واخده ده ليه؟ واخده سين ده ليه؟ وصاد ده ليه؟ لكن اللي حاصل ان دول مجموع. طب ما في طياره استقلال ما هو طلع وفد، وفي اعتقد قوه برضو احزاب طلعت برضو وفد تاني، فانا يعني مش فاهم الدنيا الضجه قامت على التغطيه او على وفد الفنانين او وفد العلمين، بالعكس لهم كل التقدير والاحترام، ولكن هم دول ده مجهود شخصي يعني يا استاذ محمد، دول ناس جمعت نفسها وراحت. وعايزين نركز اكتر على الزياره، احنا ايه اللي هنجنيه من هذه الزياره؟ ايوه بالظبط كده، احنا عندنا اهداف، الزياره دي كانت مهمه جدا واهداف اقتصاديه مهمه احنا محتاجينها في الفتره اللي جايه ديت بصراحه يعني اهداف اقتصاديه بالتاكيد هنجنيها خلال الزياره ديت. يعني انا شايف في المصري اليوم ميركل ملتزمون بانعاش اقتصادكم، فدوت ان هيبقى في تعاون مع شركات مصريه، شركات مفيش كلام في بالاخص في كمان في محور تنميه قناه السويس في قطاعات الطاقه. قطاعات الطاقه طيب، هو لازم برضو نرجع شويه كده للمؤتمر الاقتصادي، التمثيل الالماني والشركات الالمانيه اللي حضرت مؤتمر شرم الشيخ كان تمثيل مشجع ومشرف. صحيح. وعلى مستوى عالي جدا. تمام، وكان ان شاء الله ديت الزيارة تترجمه في شكل مشروعات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. طيب نخش على عنوان تاني حته صغيره في دي. طب اتفضل. خليني اقول لك ان الشركات الالمانيه ربما تكون الشركات اول شركات بتنفذ في وعودها اللي اتفق عليها في المؤتمر الاقتصادي. المانيا هي اول شريك، الشريك الثالث عالميا على مستوى التبادل التجاري لمصر، الشريك الاول اوروبيا على مستوى التبادل التجاري لمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد توقيع اتفاقيات، كفايه اقول لك ان احدى الشركات وقعت اتفاقيه ب 8 مليار يورو في انتاج الكهرباء، وده يعتبر الرقم الاعلى في تاريخ هذه الشركه الالمانيه، فطبعا احنا حققنا حاجات كتير يعني الحمد لله. نطلع على جرنان المصري اليوم، المعونة العسكرية الأمريكية مستمرة حتى 2017 والاقتصادية مرهونة بالتشاور المسبق مع لجان الكونجرس. تعليقك. بص يا فندم، احنا من سنة 79 منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل أمريكا عملت أقرت مساعدات للجانبين، بس هي عملت 3 مليار دولار لإسرائيل و 2.1 مليار دولار لمصر، ال 2.1 دول مقسومين 815 مليون دولار معونة اقتصادية و 1.3 مليار معونة عسكرية. من سنة 82 يعني تم أطلق عليها ما يسمى بمنح لا ترد. تمام. طيب المساعدات دي علقت، اللي هي العسكرية علقت من أكتوبر 2013 بعد سقوط نظام الإخوان. خدنا بقى فترة مناوشات الوضع في مصر، لا ثورة لا مش عارف ايه، لعند ما تيقنت أمريكا وتيقن العالم ان دي إرادة شعبية، وان الملايين اللي خرجت ضد الفاشية الدينية، زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال امبارح لميركل، قال لها الملايين خرجت ضد الفاشية الدينية، تذكيره لهم بالفاشية دي حاجة مهمة جدا. طيب بدأت تحط شروط في لجان المساعدات ديت بيقرها لجان متخصصة في
الكونجرس. تمام. واعتقد ان هي عامله شروط ليها علاقه بايه بقى؟ بالسلام العام، اللي هو تعهدات التي من اجلها اقرت هذه المساعدات. فانا شايف انه يعني حكايه الشروط هو كلام براق، ولكن في الدنيا رايحه في سكه ان الدنيا قائمه، لان برضو المساعدات مهمه لامريكا زي ما هي مهمه لمصر. مصر بالنسبه لامريكا دوله محوريه في الشرق الاوسط، مصر بها اهم ممر مائي في العالم، والذي بعد ايام سيتم ازدواج هذا الممر. مصر قلب العالم العربي وقلب الشرق الاوسط، مهم جدا السلام في هذه المنطقه، ليها مصالح استراتيجيه ايضا في ظل التقارب المصري الروسي، التقارب المصري الصيني، انفتاح مصر على العالم. امريكا من مصلحتها دايما ان تقوي علاقتها وتبقى مصر شريك اساسي. ففكره انها الشروط دي ما تقلقش، لان ده كلام روتيني يقر في الكونجرس بشكل اجراءات دولي. اجراءات تمام. جورنان الاخبار وعنوان اخر: الفريق حجازي يستقبل رئيس الاركان اليوناني واشهد التدريب المشترك حورس، قتل 13 ارهابيا واستشهاد مجند برصاص مجهولين في سيناء. يعني خلينا الاول نفهم مغزى التدريبات اللي بيقوم بها الجيش المصري مع نظيره اليوناني. المغزى منها في هذا التوقيت، هل هو ربما يعني البعض بيشير الى محور مصر اليونان قبرص؟ ايوه. عشان الاتراك والنزعه العثمانيه والاطماع التركيه. أيوة. في المنطقه زي ما حضرتك ذكرت، مثلث مصر اليونان قبرص ده مهم جدا، ويعني كون مصر تضع يعني قدمها في هذه المنطقه ده اربك حسابات قوى اقليميه كتيره جدا على راسها تركيا. حاجه تانية انه الانفتاح على التبادل مع الدول المتوسطيه ده برضو مهم جدا جدا. اعتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان كانت الزياره اللي اجريت من فتره لهذا المثال لهذا المحور لقبرص واليونان، وتوطيد علاقات الشراكه، فتح افق للتجاره البينيه بين مصر وهذه وهاتين الدولتين. اعتقد بجانب البعد الاقتصادي فهناك بعد سياسي، محاولة تطويق الدول ذات الأطماع، ما بحبش أسميهم يعني الدول ذات أو الدولة ذات الأطماع والعنجهية والكلام اللي انت عارف، يعني الدولة اللي رئيسها أو ما يسمى رئيسها أنه كل ما يطلع في حتة يسيء أو يتكلم عن مصر بطريقة مش كويسة. فمصر بتعمل كماشة بقبرص واليونان. طيب، شايف انا الاستقبال لرئيس الاركان اليوناني زياره بروتوكوليه في اطار التعاون العسكري، فتح افق جديده للتدريب، التعرف على اليات جديده للتدريب، يعني ما هياش حاجه، يعني هي جايه في اطار ما اتفق عليه في الزيارات السابقه. تمام تمام. وعندنا طبعا المجهودات اللي مش عايزين بس نعدي عن المجهود اللي بتقوم به قوات الامن الجيش المصري وقوات الشرطه في سيناء، يعني بالتاكيد لهم كل التحيه. وفي رحمه الله يعني استشهد مجند برصاص مجهولين ارهابيين موجودين في المنطقه، في رحمه الله. بس يعني الجهود القوات المسلحه وجهود رجال الشرطه مش هتوقف وراهم لغايه ما يتم تطهير سيناء تماما من الارهاب. نطلع على ايضا على جورنان المصري اليوم وعنوان اخر: مجلس الوزراء يعتمد الاقتراح المقدم من وزارة الداخلية بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على الحبس سنة وغرامة 100,000 جنيه كعقوبة لعدم الإبلاغ عن المفرقعات. لا عايزين نفهم الموضوع دوت. من فترة كده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا كلنا لازم نحارب الإرهاب. كلنا دي يعني لا يستثني أحدا. الأجهزة في مواقعها. تمام. القانون بما له من سلطان وآليات. المواطن العادي. طيب أنا لو يعني ساكن في، خلينا نفسرها بالبلدي كده. لو أنا ساكن في عمارة وعارف إن مثلا في الدور الفلاني في الشقة الفلانية ساكن الشخص ده، جاري ده، وجاري ده كل يوم داخل بمواد غريبة
وبتجي له ناس غريبه. ما ده حصل بالمناسبه، انا مش بتكلم روايه. بس لو انا لو انا مثلا شايف كيس في اي حته، ولا شايف انا ما اعرفش ان هو بيعمل كده او كده، ممكن ده يكون دي الحجه بتاعتي يعني. لا ما هو الحكايه، ما هو ده مش تورط يعني، هو الراجل لا بس هتوصل دي سنه حبس وغرامه 100,000 جنيه يعني. انا لو ما بلغتش عن مفارقات انا معرفش. لا ما هو اصل ما في فرق بين انت ما بلغتش عن جهل، انك مش عارف، عفوا يعني انت مش عارف واحد ده، انا مش ذنبي. طب انا هخش جوه نيتي لا مش القصد يا فندم، لا مش القصد اللي انا ان من يثبت انه هو على علم بان الشقه دي فيها كذا وكذا وكذا، او المكان ده فيه ناس بتعمل مصنع متفجرات وهو قال لك ماليش دعوه، فده مدان. ما هو السكوت ده في حد نفسه جريمه. تمام. تاني حاجه، احنا ما دخلناش في تفاصيل مواد القانون. ربما انه لو هو مثلا نزله، وانا قريت حتى الخبر من المصدر مش متكلم عن مواد تفصيليه كذا وكذا وكذا، لكن بالاساس هو بينطلق هذا القانون من فكره ان محاربه الارهاب واجب عليك ولو بالابلاغ. ما هو ده سلاح المعلومه يعني، سلاح المعلومه ده اخطر حاجه في الدنيا، حتى قبل الحروب الماديه، قبل الرصاصه. فانا اتخيل انه ربما تنزل تفسيرات لنصوص لماده هذا القانون، لكن اللي عنده معلومه طب ما ده متواطئ. لا ده راجل ده منتهي يعني، الراجل الوطني المحترم اللي بيشوف حاجه غلط ما بيسكتش عنها، ما فيش كلام في ده. لكن هو ربما يكون هذا القانون يقصد ان من له عنده معلومه مؤكده وثبت انه عنده معلومه وسايب. بالتاكيد. تمام. جريده الاهرام الطيب فضيلة الإمام الأكبر، 13 قافلة أزهرية للسلام تطوف العالم لتؤكد أن السلام حق لكل بني الإنسان بغض النظر عن دينهم. وفضيلة الإمام الأكبر يوقع على مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون بين الأزهر وهيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات. يعني بصراحة كل شوية فضيلة الإمام مجهود بيقوم بيه فضيلة الإمام الأكبر يعني يشكر عليه، ان هو فعلا احيانا بيتعرض لانتقادات واحيانا واحيانا واحيانا، لكن النهارده هو فضلته مش ساكت يعني. تحركات هيئه ازهريه، انا كنت حاضر للقاء الشيخ طيب مع علماء الازهر ووزاره الاوقاف، وطالبهم ان هم ما حدش يقعد في المسجد، انزلوا روحوا النوادي، انزلوا على القهاوي، انزلوا الشوارع، اتكلموا مع الناس، فهموا الناس صحيح الدين، وقال لهم دي مسؤوليه عليكم. فالنهارده ده اعتقد ان في الاطار دوت التحرك بقى خارج الصندوق. شوف هو ده انطلاقا من دور الازهر كحجه الاسلام، اعتقد يعني يعتبر حجه الاسلام في العالم، مؤسسه معقل السنه بالضبط. مؤسسه وسطيه تنطلق من الاسلام الوسطي السمح، اللي هو يعني يعلو قيمه السلام بالنسبه للعالم ككل. الجديد في الخبر ان هذه القوافل ستطوف العالم، يعني احنا يعني زي ما حضرتك ذكرت كده خارج الصندوق. ليه بقى ده مهم؟ ليه؟ لان للاسف الشديد بعض دول العالم لما تعرف انك مسلم فتقول ارهابي، تحديدا بعد 11 سبتمبر 2001، بعد واقع 11 سبتمبر بقى كونك موجود مثلا في امريكا او في اوروبا او في اي دوله من دول العالم، يعني في بعض الدول لمجرد الذكر في الهويه انك مسلم يعني خلاص خد موقف، ده ارهابي. هنا بقى يجي دور الازهر، المؤسسات الدينيه الكبرى ذات المصداقيه. فنوضح، انا الاسلام ما قالش كده، الاسلام له دين قتل وله دين حرق ناس حيه وله دين ذبح ولا الكلام ده، بيتعرض الاسلام بيتعرض للتشويه. ما هو للاسف الشديد اللي بيشوه الاسلام هم الافكار المتطرفه ودعاة التطرف والناس اللي هي بتبث فيديوهات حرق وذبح وقتل و و ونصر على اعتبار دي. ده في واحد يعني في الفيديو الشهير لما قال لك انه الذي بعث بالسيف، سيدنا محمد لم يبعث بالسيف حقيقه يعني. فانا اقصد ان هنا بقى الخروج خارج الاطار المحلي لتوضيح صوره الازهر، وده مهم جدا يعني. فاضل لنا دقيقتين كده ناخد فيهم الخبرين الفاضلين دول. المصري اليوم 50 سياره شرطه تؤمن نقل الاسئله للثانويه العامه، المحافظات تنهي كافه الاستعدادات وبدء تسلم اللجان لتجهيزها غدا. الاسبوع الجاي ان شاء الله يعني، كل التوفيق ان شاء الله. رب ندعي لهم ان ربنا يوفق طلبه الثانويه العامه.
بس المصريين دماغهم ما بتقفش على موضوع الغش دوت. يعني يجي لهم من هنا يروح لهم من هنا، وبرضه بعد كل الاجراءات ديت نلاقي مش عارف ورقه الجبر متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. تتوقع النهارده السنه دي ان الوزاره تسد كل منافس الغش ديت، ولا هنلاقي ورق متداول على مواقع التواصل؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، هو حركة المصريين ما بيغلبوش يعني، لكن المشكلة إن العالم عالم المالتي ميديا والوسائل التقنية الحديثة، أنت حضرتك لما بتتفرج على في صفحة الحوادث على وسائل الغش بتشوف ابتكارات رهيبة جدا، ابتكارات. فأنا أتخيل، ودي طبعا حيل الطالب اللي هو ما ذاكرش، أو الطالب طب ده لما هيبقى يعدي المرحلة ده هيبقى إيه؟ ده مجرم من قبل كده. فالحكايه مرتبطه ليها علاقه بالتطور التقني في العالم، في وسائل الاتصالات، في التكنولوجي، تمام. ولكن انا شايف ان الدوله بتبذل مجهود واضح جدا في الموضوع ده، في التامين، حتى لو لا قدر الله في حاجات محدوده جدا جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق.